محمد الشامي علماني كافر باكل اصنام عجوه كل يوم. اللي كان بيتمسك منا طبعا كان بيروح زي الشهادات اللي فاتت على الاتحاديه، وبعيني اللي كان بيتمسك حد من جماعه الاخوان المسلمين كان في ناس احنا كنا بندافع عنهم، يعني احنا كنا بنمشيهم. كان طبعا في غل في الاول وناس عايزه تعتدي عليهم، بس لا ما ينفعش، وده انسان برضه ونمشي عشان نعرف بس فين هي اخلاق الاسلام فعلا. للاسف انا من مدينه نصر، وشفنا بعينينا الناس من شعب مدينه نصر الحي السابع والحي العاشر اللي بيتقابلوا وبيتجمعوا كل اول خميس في مسجد الحسن في الحي العاشر مدينه نصر، وبيقيموا الليل هناك، واحنا كنا بنروح معاهم في رمضان، فانا مش عارف ازاي بيقيموا الليل كل اول شهر وبعدين بييجوا يضربونا اللي احنا اصحابهم. الاعتداء حصل عليا بشيء انا مش عارف، كان معاهم مخطوطات، هي مش طوبه، انا عندي قطع في الشفه الداخليه 10 غرز وحركت بسبع سنان حركتها. فطبعا انا بقالي اسبوع قاعد في البيت، الشفه كانت كبيره جدا وكان الالم فظيع، بس الحمد لله يعني الوضع بيتحسن. ونقلوني على المستشفى، نقلت على المستشفى جنب خليفه بن مأمون، وبعد كده روحوني البيت.